هل نحتاج إلى عقلاء اليوم أيضا لطرح مسألة استحضار التجربة الغربية في توحيد الأمة العربية؟ توحدوا أوروبيا إذا أخذنا النموذج الأوروبي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، في حين أن جامعة الدول العربية التي ما يجمعنا ونقاط التلاقي في الأمة العربية أكثر بكثير مما يجمعهم، ولكن استطاعوا الوحدة، أن يحققوا الوحدة هناك، ولم نستطع للأسف. هكذا، لكن نحن مهما كان أملنا في الله، بوجود الدعاة المخلصين سيتحقق هذا الأمل إن شاء الله. ولكن سمحت شيخ، الدعاة ربما هنا يجدون من يستمع لهم، ولكن في بعض أجزاء هذه الأمة هناك من ينكل بهم ممن يدعو. الله يفرج عنهم. سيأتي الفرج، نسأل الله السلام. وانتظار الفرج عبادة. فإن مع الأسر يسرا، إن مع الأسر يسرا.